تنظيف طريقة تنظيف بابيو. السلام عليكم ورحمة الله. هذه كيفاش طريقة تنظيف بابيو. تنح أول حاجة نتاع الفلتر، هذه تنحى، تنحى هذه البابيو لازم تنح، تنظفها من الداخل مليح ديكريباج. شوف كيفاش تنحى، لازم السياس تحطي لك هنا وتنحى يا ربعة بولين مفتاح، ماهوش عادي مفتاح، لازم يكون خاص. شوف كيفاش تنحى، هادي لازم تنظف، هادي أولي بولين تاعها لازم تنظف من الداخل. شوف كيفاش، هذه لازم تنحى وتنظف، هذه اسم تاع لابابيون. تنظف بلاصتها، شوف مليح تنظف بلاصتها مليح. بعد اللي دير سميتو تنظفها الكتانه مليح، تلقى فيها الوسخ هنا تأثر مليح على الموتور هذي. بعد اللي تنظفها مليح شوف راهي نقات، كذلك زيد تنظف هذا، شوف لازم ينضف مليح. شوف الوسخ اللي راه يخرج منه، شوف شوف الله يبارك ولا نقي، شوف ها نضاف. هادشي كامل لازم زيت نظفو، شوف من هنا مازال باقي فيه. هذا راهي لعبد الدرهم في الفيتاس تاع السيارة. كذلك هذا الحساس، هذا راهو حتى هو دونجي، لازم تقريبيه دايما نظفوها. وين يجي هنا شوفوا نيجي في الموتور، ها دائما حتى هو لازم تنظفو. دوك راه هذا راه منظف، هذا راهو منظف، شوف لازم ما يكونش داك البكك هذوك ما فيهش شي وسخ. هذا حتى هو ضروري، هو اللي فيش تاعو تنحلي الفيش، هذا الحساس داخل هنا حتى هو لازم يتنظف. شوف هذا تاهو وراه سخونه، لازم تنحو تنظفو، حتى هو لازم يتنظف، هذا تاهو لازم يتنظف. هذه الامور اللي تعطل شويه في حركه الموتور. عندك هذا تاع مقياس الزيت، نفس الشيء مقياس الزيت تاع داخل الموتور. وعندك هذا بابيون لازم تفتحو كما نحينا قبيله نظفناه. عندك هذا حساس، حساس على الهواء. هذه الأشياء اللي يجب الإنسان يراعيها. رجعوهم، وهذا هون يركب، ها نعود نرجعوه، نرجعوا الفيشة نتاعو، هاي الفيشة نتاعو الراهي، نقفلوه. سياسة فيها بركة. الحساس هذا تاهو نرجعوه، هذه الوضعية تاعو، يدخل هكا نرجعوه، ونرجعو الفيشة تاعو، هاي الفيشة تاعو، الفيشة تاعو، ونديرو له البلون، البولون تاعو، ها البولون تاعو،
دور مفتاح الديس. مفتاح الديس هذا راه ضروري ضروري للسيارات. شحال من حوايج الا بالديس، البوجيات وهذا نتاع لي كابتور، هذا لي كابتور ده ولي كابتور ده، وهذا كلش اللي عنده مفتاح خاص به. هذاك بابيو عنده مفتاح خاص به. اذا هذه من الحوايج اللي نظفناها، نظفنا بابيو، زدنا عودنا الفلتر هذا، الكابتور تاع الفلتر تاع الهواء اللي درنا في الفيديو الماضي، وهذا الكابتور هذا اللي هنا والكابتور هذا اللي هنا، هادو لازم يتنظفوا. من كي تكون تخدم في هذه الامور هذه، دائما الباتري نحليه الفيشن تاع، دائما الباتري منحوه، كي تكمل خلاص رجع الباتري. دوكا كي تكمل رجع الباتري وزير هكا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.